صوت واحد، خمسة أصوات أولمبية، يعني هم اللي اختاروا اللي احنا قاعدين، هم اللي اختاروا. هذا طيب. اللي هذا اللي كنت أقوله أنا طالب فيه. طبعا وجهة نظر أبو الوليد هو يعني أبخص منا فيما يخص اتحاد كرة القدم، أنه قادر أو غير قادر، لأنه هو بنفس يعيش المعمعة نفسها. لكن خلينا نتكلم عن الثمان الأجانب. طبعا الأستاذ خالد البلطاني يتكلم عن الثمان الأجانب أنها تجربة لم تنضج بعد، لابد أننا، لكن احنا شفنا سلبيات كثيرة فيها الآن. خلينا بقول لك الآن الزملاء يتكلمون عن حارس المرمى، من هو؟ أنتم تتكلمون عن حراس مرمى الموجودين، هل عندنا حارس طلع بارز جديد الآن؟ اللي كلهم أعمارهم من 35 34 33 الموجودين 38 سنة، يعني مع احترامي وجود هذا السن اللي يقود حراس المرمى في السعودية، يعني المسألة مرتبطة بالفشل فيما يخص حراس المرمى. النقطة الثانية، هل لما نتكلم عن ثمانية لاعبين أجانب، شوف الدعم، خلينا ناخذها من المقياس المالي. الدعم اللي قدمه الأستاذ تركي آل الشيخ الفترة السابقة كان دعم غير مسبوق وممتاز جدا يعني، وكان يعبر عن تطلع كبير للرياضة السعودية وتقوية كرة القدم. لكن هل أستطيع أنه مثلا الدعم الجاي أني أنا أقدر أخلي مثلا السنة الجاية بنفس القيمة الدعم؟ فيه الأستاذ خالد البلطان جاوب على الكلام وقال إيش هناك معايير. معايير المعايير دائما تخضع لدراسات ومقاييس، يعني فيه متفاوت الدعم بيكون، لا في تراجع. أنا هذه وجهة النظر. إذن أنا لما بختار ثمانية، أنا في الحالة هذه أبكون إيش أمام المعايير. أنا الدعم اللي عطاني مثلا أنا يجيب لي لاعب، حتى الأستاذ خالد البلطان أمس تكلم عن لاعب جابوه اللي جابوه من الدور الصيني بمبلغ كبير، يعني محترمي من مبلغ كبير اللاعب اللي تراوري جابه. تقصد المهاجم أبو بكر؟ نعم مبلغ كبير. هل أنا وبعدين اللي يقول لك انه اللاعب السعودي ردا على الزملاء الفنيين، يعني هم ابخص مني في الموضوع، لكن انا لي وجهه نظر هم كفنيين، انه لما يقول لك لا خل اللاعب السعودي يتنافس يثبت نفسه، كيف يثبت نفسي اثبت نفسه لاعب لعب مع المنتخب الفرنسي زي ذا او زي حق الهلال او زي حق الشباب تراوري او زي حق جوميز او زي حق النصر لاعبين، او زي السومه اللي قيمته السوقيه الان تتجاوز لاعيبه اوروبا من ناحيه الراتب ومن غيره، كيف انافس معه؟ إذن أنا أمام خيارات، أنا ما عندي استعداد إني أصبر على اللاعب السعودي ما دام عندي القدرة المالية اللي كانت أتيحت لي الفترة السابقة على أساس إني بجيب واحد بقيمة قمص، ولا أطلع ولا أبي مدرسة لاعبين ما دام عندي ناحية مادية تبي تؤمن لي لاعب بقيمة مثلا اللي جاب الهلال هذا القصير وش اسمه ذا؟ جوفينكو. لا 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 جوفينكو. الإيطالي. جوفينكو. مثل هاللاعب ما دام انه بيأمن لي، انا ما عندي استعداد اصبر على العابد ولا اصبر على الثاني ولا الثالث وهو يعاني من اصابات. هذا تفكير الأندية على فكرة، ما دام هذا اللاعب بيخدمني بيقدم لي البطولة بيقدم لي المنافسة. احنا المشكلة احنا احيانا نخالف انفسنا او بمعنى صح نضحك عليها في امور كثيرة. شوف الثمانية الأجانب تجربة، أنا أتفق مع خالد البلطان ما نضجت إلى الآن، لكن سلبياتها اتضحت فيما يخص كرتنا السعودية. شوف الحراس السعوديين، الحراس أعمارهم فوق 35 34. لا العويس حرام، العويس كم؟ 28 29 26 تقريبا 28 29 وبشطات حارس الدرجة الأولى. طيب في طرح أبو أحمد، حارس استثنائي، في طرح أبو أحمد على هذه النقطة، على هذه النقطة في طرح مخالف يقول لك طيب أنت قبل موضوع الثمانية إيش حقق المنتخب؟ ايش قدم؟ طيب ايش كانت النتائج؟ يعني برضو هذا طرح هولندي. انا اؤمن الدوري قوي، بس هل تضمن لي بالاستمرار الكلمه اللي قال في معاده وفقا للمعايير خالد البلطان؟ هذه تخليني احط 100 علامه استفهام. هل تضمن لي الموسم الجاي اني بجيب اللاعبين اللي على المستوى هذا؟ انت مجبر بثمانيه يا ابو احمد. ها انت مجبر بثمانيه، انت مجبر، انت عندك لعيبه سعوديين. انا بجيب اللاعبين اللي الهلال بيقدر يجيب لاعب المتاح لي. المتاح بشكل سريع بس ابو احمد عشان اقدر اعطي الفرصه بشكل سريع، نقطتك كملها بس عشان اعطي فرصه نروح لمحور ثاني. انا خلصت انا بصراحه. ايه؟ لكن انا اقول الثمانيه لاعب ممكن نختصرها الى سته، ونفرض حارس المرمى انه يكون ايش ممتاز سعودي خالد.